هو الأول من نوعه منذ عدة سنوات، اجتماع شهدته العاصمة العراقية بغداد ضم عددا من قيادات ورؤساء كتل سياسية لبحث إيجاد مخرج للأزمة الحالية التي خلفتها نتائج الانتخابات العراقية الأخيرة، في وقت لا يزال التيار الصدري متمسك بحكومة أغلبية وطنية لا توافقية محاصصاتية، مع أهمية الرجوع إلى المرجعية الدينية في النجف، الأمر الذي يطرح تساؤلات جدية عن نجاعة هذا اللقاء في التوصل إلى اتفاق وتوافق حقيقي بين الكتل السياسية الرافضة لنتائج الانتخابات والتيار الصدري. فهل ينجح الصدر في إيجاد تسوية لتشكيل حكومة أغلبية وطنية أم أن استمرار الخلاف هو السمة الغالبة؟ كل ذلك نناقشه مع ضيفنا الكاتب الصحفي أحمد الفراجي. سيد أحمد، صباح النور. صباح النور وأهلا وسهلا. يعني سيد أحمد، بداية، مقتدى الصدر اعتاد على لقاء الزعماء والقيادات في الحنانة اليوم أو بالأمس، هو جاء بصحبة السيد هادي العامري والتقى الإطار التنسيقي وهو صاحب الدعوة، كيف تقرأ أو قرأت هذه المبادرة؟ نعم، بداية تحية لك وتحية لمشاهدي قناة العربي. أنا أعتقد أن الاجتماع الذي عقد في بيت السيد هادي العامري وهو الإطار التنسيقي الذي ضم شخصيات مقربة من إيران لم يأتي بجديد، وأنا أؤكد لك من مصادر خاصة أن هذا الاجتماع فشل. السيد مقتدى الصدر هو صاحب الكتلة الأكبر دستوريا في تشكيل الحكومة العراقية المقبلة، وهو الذي يحدد رئيس الوزراء العراقي المقبل في البرلمان طبعا، لكن هنالك ضغوط مورست خلال هذا الاجتماع على السيد مقتدى الصدر بأن يتخلى عن المرشحين لرئاسة الوزراء. السيد مقتدى الصدر حتى هذه اللحظة لا زال متمسكا بالسيد مصطفى الكاظمي مرشحا للحكومة المقبلة. نعم. أيضا بعد خروجه من الاجتماع، وهذا ما يدلل على ما أقول ما أتحدث عنه من مصادري الخاصة، بعد خروج السيد مقتدى الصدر مباشرة كتب تغريدة قال: لا شرقية ولا غربية، نريد حكومة أغلبية وطنية. هذا يدلل على أن إيران من خلال الإطار التنسيقي كانت تمارس ضغوطا على السيد مقتدى الصدر، وهو ما رفضه السيد مقتدى الصدر جملة وتفصيلا. نعم. وهو أيضا كان أحد الأشخاص، أيضا كانت أحد الشخصيات حاضرة في الاجتماع وهو السيد نوري المالكي، وكما تعلمين عزيزتي هنالك ما صنع الحداد بين السيد نوري المالكي وبين السيد مقتدى الصدر. الصدر يريد أن يوصل رسالة جديدة، المفاوضات قائمة، وعلى البيت الشيعي أن يرضخ لضغوط السيد مقتدى الصدر كونه الأكثر أو الأوفر حظا في تشكيل الحكومة العراقية المقبلة، وهذا هذا هو حقه، هذا هو حقه. لا يريد تكرار تجربة أياد علاوي، هو وايضا يعني كررها السيد مقتدى الصدر عبر يعني محلليه السياسيين، وايضا عبر يعني الكتل عبر السياسيين ايضا، قال: نحن ليس اياد علاوي، انا السيد مقتدى الصدر وانا الذي اشكل الحكومه العراقيه وفقا. نعم. للدستور. وكرر الاجتماع الذي ادير بوساطات دينيه في بغداد لم ينجح. نعم. طيب سيد أحمد، يعني تحدثت عن الخلافات الكبيرة التي كانت واضحة في بيان النقاط الستة بعد اجتماع الصدر بالإطار التنسيقي، تحدثت عن نقطة حكومة الأغلبية الوطنية وإلى أي مدى هي لا تزال محور خلاف، لكن دعني أسألك عن نقطة الرجوع إلى المرجعية بالنجف حصرا كمرجعية للجميع، هكذا تحدث البيان أيضا. يعني ما دلالات هذا التصريح، وهل يعني ذلك الابتعاد عن مرجعية خامنئي؟ إيه؟
يعني بالتأكيد قبل أن أجيب على هذا السؤال، هنالك ثلاثة أطراف رئيسية، إذا لم يحصل التوافق فيما بينها لن تكون هنالك حكومة عراقية، هي مرجعية النجف التي أشرت إليها، وكذلك الإدارة الأمريكية والنفوذ الإيراني أي الإيرانيين، وهذا حقيقة أصبح واضحا للجميع. نحن منذ عام 2003 لا تشكل حكومة عراقية إلا بتوافق هذه الأقطاب الثلاث الرئيسية، أمريكا وإيران والمرجعية. هو هذا الخلاف، هنالك خلاف عميق بين مرجعية إيران ومرجعية النجف في العراق. نعم. السيد مقتدى الصدر هو يريد أيضا أن يوصل رسالة جديدة، نحن إيران لا تتحكم في تشكيل الحكومة العراقية، وهنالك فرق، وأذن يريد أن يوصل رسالة للعرب، نحن لا نتبع مرجعية إيران بل نتبع المرجعية العراقية، وهو ابن شخصية ومرجع ديني عراقي معروف في العراق، وله أتباعه وله أنصاره، وهو الشخصية الدينية الوحيدة التي باستطاعته في تغريدة واحدة أن يخرج أن يخرج الآلاف من أنصاره، من أنصار التيار الصدري في الشارع. نعم. هذا هو كله يبحث عنه السيد مقتدى الصدر، ويريد أيضا من خلاله أن يوصل رسالة لإيران، أي طيب. إيران لا تستطيع أن تتحكم بالملف العراقي كما كانت تتحكم في قبل سنوات أو قبل بعد عام 2003. هنالك فرق بين مرجعية النجف ومرجعية خامنئي. نعم. طيب، تحدثت عن معلومات خاصة لك في بداية حديثنا، قلت إنه هذا الاجتماع فشل بامتياز، تحدثت عن عدة نقاط اختلافية، ولكن هناك تسريبات أيضا من بعض وسائل إعلامية عراقية تحدثت أنه هناك ربما اتفاق على عدم إعطاء فرصة أخرى للكاظمي، للحلبوسي ولبرهم صالح، أي عدم العودة للوراء. كيف يمكن قراءة هذه التسريبات إن صحت؟ هل صحيحة بحسب المعلومات التي تريدك؟ نعم، أنا أعتقد أن السيد مصطفى الكاظمي لا يزال الأوفر حظا بين الشخصيات، هنالك أربعة شخصيات حتى هذه اللحظة يتم طرحها لتولي رئاسة الوزراء، السيد الكاظمي وفائق زيدان والسيد العبادي وعلاوي، لكن السيد مقتدى الصدر أنا أشرت بأنه لا يزال حتى هذه اللحظة متمسك بمصطفى الكاظمي. مصطفى الكاظمي بعد محاولة الاغتيال الفاشلة التي حصلت له أصبح الأوفر حظا لتولي رئاسة وزراء العراق، ولديه مقبولية من جميع الأطراف باعتباره شخصية أو رئيس وزراء عراقي حد من النفوذ الإيراني في العراق. أيضا الشخصية الثانية وهي شخصية، وكان الحديث مع السيد مقتدى الصدر، عليك أن تبحث بديل غير مصطفى الكاظمي، لكنني أعتقد هنالك مفاوضات الآن تجري بين الإدارة الأمريكية من جهة وبين الإيرانيين من جهة في مؤتمر فيينا. إن فشلت المفاوضات بين الإيرانيين وبين الأمريكان، أنا أعتقد أن السيد مصطفى الكاظمي سيذهب سريعا لتولي رئاسة وزراء العراق مجددا، وسترضخ إيران وسترضخ الفصائل المرتبطة بالمشروع الإيراني وبخامنئي بقبول السيد الكاظمي رئيسا جديدا لوزراء العراق. هذا إن نجحت المفاوضات، وهذا الذي يريده السيد مقتدى الصدر. نعم، هذا إن نجحت. نعم. المفاوضات، تقصد إن نجحت هذه المفاوضات بين إيران والدول؟ لا، إن فشلت أنا أؤكد، إن فشلت المفاوضات بين الإدارة الأمريكية من جهة وبين الإيرانيين من جهة أخرى، أنا أعتقد أن وصول السيد الكاظمي إلى رئاسة الوزراء مجددا موضوع وارد جدا وهو مطروح. طيب. اليوم تولي رئيس
رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لتوليه يعني لولاية ثانية وارد جدا. نعم. لأنه أصبح ذو مقبولية حتى في الشارع العراقي. طيب هذا الموضوع وارد يعني جدا خلال فترة حكمه أن نعم يعني هذا الموضوع كما تحدثت وارد جدا. ولكن على المدى المنظور أين يذهب الوضع الآن في العراق في ظل كل هذه الخلافات والاختلافات؟ هل ترى أن هناك توافق قريب؟ وهل ممكن أنه يكون أصلا الحكم بالأغلبية كما يطلب الصدر؟ يعني خاصة بأنه انتخاب رئيس للجمهورية في العراق يكون من ثلثي أعضاء البرلمان، يعني أي من 200 نائب يجب أن ينتخب رئيس الجمهورية، يكون ذلك أو لا يمكن أن يكون ذلك إلا بناء على التوافق والأرضية التصالحية؟ أنا أعتقد أن السيد مقتدى الصدر ان تحالف مع السنة وتحالف مع الكرد باستطاعته أن يحقق ما تقولين عن وهو تشكيل الحكومة العراقية، لكن السيد مقتدى الصدر يريد تجنيب البلاد الفوضى، وهنالك من يلوح بالمظاهرات، وهنالك من يلوح برائقة الدم عبر مواجهات مسلحة. لكن هل هو سؤال أيضا، هل هذه الفصائل التي كانت تهدد، أي الفصائل الخاسرة، أنا أعتقد أن زيارة قاآني الأخيرة للعراق حاولت أن تضبط الإيقاع، والاجتماع الذي حصل في منزل السيد هادي العامري كان أحد الثمار التي جاء بها قاآني، لكنه فشل. أنا أعتقد ربما سيكون هنالك اجتماع آخر، ربما سيدخل من جديد الإيرانيين لترضية السيد مقتدى الصدر، وأيضا الاستماع لما يطلبه السيد فيما يخص تشكيل الحكومة العراقية المقبلة. وأيضا الإيرانيون الآن هم قلقون جدا بأن الحكومة المقبلة ربما لن يكون هنالك نفوذ لها داخل البرلمان العراقي، وهذا الذي تشعر به الآن إيران، وهي تحاول الآن يعني أن توازن الأمور لتحصل ولو على شيء بسيط من داخل نفوذها داخل البرلمان العراقي. كما تعلمين عزيزتي، الانتخابات الأخيرة وما أفرزته من نتائج حقيقة كانت صادمة لإيران ولمشروعها في المنطقة عموما. هي لم تكن تتوقع أن تكون نتائج الانتخابات بهذه الطريقة، لذا هم بدأوا ينسحبوا، نفوذهم بدأ ينسحب تدريجيا من العراق، وهذا الذي ما بدأ يشكل خطورة. أيضا أنا أشير لك من معلومات خاصة، يعني قبل يعني حوالي أكثر من شهرين أو ثلاثة، عندما كان السيد الحلبوسي الذي يتزعم تحالف تقدم، وهو الذي حظي بأصوات أيضا عديدة، كان يجري هنالك مفاوضات من بين الكرد وبين السيد مقتدى الصدر على إبعاد النفوذ الإيراني أو تشكيل حكومة خارج النفوذ الإيراني. أنا أعتقد، وهذا ما علمته من مصادر خاصة، الإيرانيون بعثوا برسالة تهديد مبطنة إلى السيد الحلبوسي، وقالوا له بالحرف الواحد إذا لم يكن هنالك داخل تشكيلة الحكومة العراقية يعني الإطار التنسيقي، وإذا ذهبتم إلى تشكيل الحكومة العراقية دون الاستعانة أو دون إدراج الإطار التنسيقي، أي الفصائل أو الكتل المقربة من إيران، فهذا تهديد للقوم الأمني الإيراني، وهي كانت رسالة تهديد واضحة للسيد الحلبوسي. نعم. يعني أريد أن أشكرك جزيل الشكر على كل هذه المعلومات، الكاتب الصحافي أحمد الفراجي، كنت معنا من العاصمة العراقية بغداد.